تواصل مع نفسك أولاً قبل أن تتواصل مع الآخرين. تعامل بذكاء مع المواقف المتوترة. إصدار كلمات تعبر عن مشاعرك في كل مرحلة. الفكرة: التواصل الفعال يحتاج إلى قاعدة وأرضية صلبة تمثلها قواعد التواصل. التواصل إذا أردنا أن يبلغ مداه ويثمر نتائج إيجابية لابد من أن يوجه إلى الوجهة الصحيحة، فهناك الكثير من الأشخاص السامين يحيطون بنا من كل جانب ويعملون في السر والعلن من أجل إجهاض كل تواصل قد يحدث بين الأشخاص فوجب الانتباه. نقول ذلك لأن التواصل مع بعض الأشخاص يكون خطأ من الأساس ولا يمكن تبريره بأي حال من الأحوال. الأشخاص السامون مهمتهم في الحياة هي قطع التواصل وإغضاب الناس، وبدل أن يضيع الإنسان جهده ووقته من أجل إقناع مثل هذه النماذج المحيطة بنا، فليفكر ملياً كيف يطهر دائرته ومحيطه القريب والبعيد من مثل هؤلاء. والكتاب بالرغم من أنه يدعو لقيمة الحوار والإنصات وحسن الإصغاء، إلا أن هذا لا يمنع من الإشارة إلى السلبيات التي تلحق بأي تواصل يكون أحد أطرافه شخص من هؤلاء الأشخاص. لهذا وجب الحذر ممن يريد أن يدمر حياتنا أو من يجعل سعادته رهينة ببؤسنا وأحزاننا. الفكرة: الأشخاص السامون معيقون للتواصل الإيجابي.